وبيحضر على مهله 10 ايام راحه 10 ايام راحه. انت كنت لاعب معركه معركه بمعنى الكلمه قدام اتحاد جده قبلها ب 72 ساعه وده بالتاكيد اثر كمان. يعني خلينا نقول يا احمد ضيق الوقت او يعني وزن الكفتين. يعني احنا هو النادي الاهلي كان على المستوى معلش بلال تستعرض معنا السي جي ده باغلى لاعبين في تاريخ فلومينينسي. اغلى لاعبين في تاريخ فلومينينسي طبعا جيرسون انتقل لنادي روما مقابل 18.5 مليون يورو. ريتشارلسون اللي انتقل لواتفورد مقابل 12.4 مليون ده يورو. مهاجم البرازيلي الاول دلوقتي ريتشارلسون المهاجم توتنهام الحالي. جواو بيدرو اللي انتقل لواتفورد مقابل 11.5 مليون يورو. بعد كده بيدرو انتقل الى فيرونتينا مقابل 11 مليون يورو. بعد كده عندنا كايكي اللي انتقل لمانشستر سيتي مقابل 10 مليون يورو. وتياجو سيلفا اللي انتقل لميلان مقابل 10 مليون يورو. كابتن منتخب البرازيل طبعا وفي بي اس جي وحاليا في تشيلسي. بالظبط يعني قائمه اسماء كبيره جدا. يعني لما نيجي نشوف كمان الانديه دول الانديه الاكثر ربحيه في البرازيل الاكثر تحقيقا للارباح طبعا جريميو البرازيلي وكورنسيانس و اتلتيكو بارانينسي و ساو باولو. يعني بالظبط ساو باولو سانتوس وفلومينينسي. سانتوس اللي بالمناسبه هبط للدرجه الادنى ودي مفاجاه كبيره جدا في الدوري البرازيلي. سانتوس احد العمالقه في الدوري ولكن السيزون ده كان بيمر بفتره صعبه وهبط للدرجه الادنى. مش عارف انت عارف ولا لا سانتوس نزل دوري درجه ثانيه عنده. يعني ما اعرفش اسمه ايه بطوله الدوري درجه ثانيه عنده لكن هي الدرجه الثانيه ساب الدوري يعني الممتاز. هو فريق نيمار طبعا الاساسي واعتقد سانتوس كان فريق بيلي وكان فريق بيلي وروبينو وروبينو اخرج نجوم كثيره جدا ولكن المنافسه في الدوري البرازيلي عامه كل سيزون ده هتلاقي بطل جديد للدوري ممكن اقصى حاجه الفريق الفرق هناك ياخد الدوري موسمين متتاليين وبعد كده تلاقي بطل جديد للدوري. فانا زي ما بقول لك احمد مفيش حاله الثبات على شخصيه البطل دي غير في اوروبا وفي افريقيا. يعني في اسيا ممكن سنه تسمع عن نادي بياخد البطوله لاول مره من اليابان مره من كوريا مره من السعوديه مره من ايران مثلا يعني امريكا الجنوبيه نفس القصه برضه فلومينينزي اول مره في تاريخه يوصل للنهائي وياخد بطوله. لكن في اوروبا وفي افريقيا الريال والاهلي تقريبا يعني ده احنا هنجيله كمان في مباراه الاهلي واوراوا. اللي انا بشوف ان الدوافع عند اوراوا هتبقى اكبر من الدوافع عند النادي الاهلي باعتبار ان النادي الاهلي زي ما انت اتكلمت في البدايه حصل على ثلاث ميداليات برونزيه قبل كده ولكن اوراوا زي ما انت اتكلمت يا احمد ان بطل اسيا بيتغير كل سنه تقريبا. يعني اوراوا ممكن علشان نشوفه بطل مره ثانيه مش اقل من 10 سنين ممكن ما تحصلش وممكن ما تلاقيهوش ثاني بالظبط. فعلشان كده الدوافع انا اعتقد ان هي هتكون عند البطل اليابان مختلفه تماما. نرجع لمشوار النادي الاهلي في البطوله. لا النادي الاهلي قدم عرض يعني فاجئ الجميع امام ابرزهم طبعا اتحاد جده والقائمين على الكره السعوديه بعد الطفره الكبيره اللي حصلت والرهانات اللي كانت قبل المباراه زي ما استعرضنا الحلقه اللي فاتت. والنادي الاهلي قدم درس كروي يعني مكتمل على ارض الملعب قدر يفوز بنتيجه واداء ودي المعادله اللي كنا دايما بنشيد بيها بمارسيل كولر ان هو قادر يعمل هو في كل ماتشات كولر او كل ماتشات الاهلي. يعني انا كنت بقول القصه دي امبارح مش احنا الراجل ده ما جابش حاجه في كاس العالم يعني الثلاث ميداليات اثنين موسيماني وواحد جوزيه الراجل ده شارك نسختين كاس عالم. انا بقول انه افضل شكل ظهر بيه الاهلي في مشواره في كاس العالم كله على الاطلاق كان مع مارسيل كولر. مظبوط ده بدون ادنى شك اتغلب كسب بالظبط ست لعب ست ماتشات كسب ثلاثه وخسر ثلاثه. احمد انت عملت على ريال مدريد بطل اوروبا السيزون اللي فات خمس فرص محققه او سبع فرص محققه. دي في انديه في الدوري الاسباني ما بتقدرش تعملها. يعني النادي الاهلي امام ريال مدريد المباراه كاس العالم للانديه السيزون الماضي احضر سبع فرص محققه. ده رقم كبير جدا. وانا بقول لك ان الاداء والشكل اللي ظهر عليه النادي الاهلي النسخه اللي فاتت والنسخه دي ما كانش هيتحقق بمدير فني اخر غير مارسيل كولر. انا في رايي يعني مارسيل كولر انت شفت النادي الاهلي بيلعب بالشكل الاوروبي اللي كان بيلعب بيه لما تلاقي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم داخل السكس يارد وبيبداوا يحضروا مع محمد الشناوي في اخر اللقاء لما كانت النتيجه 1-0 والنادي الاهلي محتاج يعوضه الدقيقه 80 بيضغط بسبع لعيبه على فريق فلومينينزي حتى الكره اصطدمت في ظهر طاهر محمد. طاهر كانت هتبقى هدف التعادل لا فالشكل ده والثقافه ان انت توصل للعيبه ان هي تقدر تعمل كده في المناطق الخلفيه تعمل البيلد اب بالشكل ده امام فريق كبير زي ده وتطلع بالكوره زي ما شفنا حسين الشحات ودى بيرسي تاو والكهرباء كان في اكتر من كوره لا النادي الاهلي لعب في البطوله دي وده اهم المكاسب على الاطلاق بالنسبه لي. النادي الاهلي بشخصيه الفرق الاوروبيه وبشخصيه الكبار
في بطوله هي المشاركين فيها كلهم ابطال، يعني انت مش بتلعب مع فريق، لا حتى اوكلاند اللي ممكن تبقى بطولته ضعيفه خرج من الادوار الاولى، اتحاد جده صاحب الارض خرج، ولكن باقي الفرق اللي موجوده في البطوله الاربعه والسنه اللي فاتت الوداد، الوداد خرج وهو صاحب الارض وبطل افريقيا بالظبط، يعني اتغلب من الهلال وطلع بدري بدري بالظبط. واحنا دايما كنا بنزعل شويه ممكن من النادي الاهلي او بنعتب عليه شويه لما ما بيقدموش المردود اللي احنا مستنيينه، ولكن لما تعمل اللي عليك ويصادفك سوء توفيق فانت ساعتها ما تقدرش تلوم على حد. يعني عندنا ما اعرفش تسميها ايه، يعني هل هي مثلا فكره جلد الذات، يعني وده مش مرتبط بالاهلي في كاس العالم ده عموما، يعني حتى على منتخب مصر وحتى في الالعاب التانية مش بس كره القدم، لما بتقابل حد كبير قوي فتبقى يعني عامل نتيجه كويسه يقول لك اصل الفريق التاني ما كانش في حالته، يعني فاهم اصل يعني مش انت اللي كنت كويس، التقليل ايوه بالظبط، يعني انت دايما مش مصدقين او دايما مش عايزين ترسخ فكره انه